الزائر لمدينة حاسي مسعود عندما نتكلم عن الزخم الموجود داخل هذه المدينة 48 ولاية، من المفروض عندنا تعدد كبير من الثقافات، ولكن على أرض الواقع هناك نقص كبير في الهياكل الثقافية التي تأوي هذه الفئات الاجتماعية. هناك طاقة كامنة في كبيرة جدا في المجال الثقافي في حاسي مسعود، ولكن المشكل في تفعيل هذه الطاقات، التنسيق واستقطاب هذه المواهب. الثقافة واش كاين ثقافة؟ ما كان والو، كان والو في الثقافة هنايا في حاسي مسعود، يحوتوا الخدمة وهذا، ما كانش ثقافة يعني الخدمة ودراهم والتحويس، هذا ما كان، ما يحوتوا، ما كانش ثقافة، كان والو في حاتي مسعود، ما شفنا والو. حنا ندورو عندنا واحد البلايصه اللي ندورو فيها ولا الرمال هنا. الشيء اللي راه كاين من دار الشباب اللي راه تنشط شويه، ولا كاش ما راه يدير، ما كاش دار ثقافه، ما فيش، كان عندنا غير دار الشباب في حاسي مسعود. هذا واش وضعية الثقافة في حاسي مسعود في الحقيقة، بحكم أنها منطقة بترولية وبحكم النشاط التواجد قواعد الحياة، هناك يعني بعض النوادي الرياضية وثقافية، هناك على مستوى البلدية دور ثقافة، كاين دار ثقافة، على مستوى حياة سكنية نقدر نقول لك كاين زوج. فيما يخص القواعد الحياة كاين هناك بعض الأنشطة، ما كاين مسرح، ما كاين موسيقى، قلت لك ثقافه والله ما كانش، حتى دار الشباب وما فيهاش ثقافه، دايرين دار الشباب بصح يقروا فيها، تروح فما يقول لك فيها القرايه، دايرين لي كور، الاساتذه دايرين لي كور هما، هذه دار الشباب. مسرح ما عندناش، وراه المسرح والله ما كانش كاع المسرح هذا، ما كاين لا مسرح لا ثقافه، ما كاين والو اصاحبي، اللي يقول لك كاين وكاين في العاسي يكذب عليك. فيه نقائص ما نقولوش يعني ما فيش، ولكن الوضع الثقافي وبحكم المنطقة صناعية بحتة جعلتها يعني نشاطها يتركز على العمل أكثر منه ثقافي. البحث عن العمل واللهث وراء لقمة العيش يخلي الشاب يخمم إلا في العمل، المجال الثقافي حاجة ثانوية بالنسبة إليه. الثقافة الناس ما عندهاش ثقافة هنا، دار الشباب مسكرة، يعني الانسان هاني انا عندي 30 سنه لهنا كينوض، ها شومار كينوض، نوض نعوز على الخدمه ديريكت، كش ما نجيب خبزه ناكل بها اولادي، يعني ما نحوش نفهم حاجه اكثر، يعني خلوني لاهي في روحي. بالاحرى في حاسي مسعود نتحدث كثيرا على ثقافه بالعاميه سامحوني، الباله والفيسان والبراوط موجوده في حاسي مسعود، اما اغلب العمال يعيشون في روتين كامل، لا 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 هناك مساحات خضراء، لا هناك مساحات للترفيه. والله هي خسرت في ثقافة، ما أنا ما نكذب عليك، واحد من الناس ما نعرف لا نادي لا ما نعرفش، بورتوني وليد حاسي مسعود، عندي 27 سنة في حاسي مسعود، أنا زايد هنا الناس قاعدة تعرفني، ما كانش ما يعرفنيش. وليد حاسي ما كانش لا ثقافة لا رياضة، ما كاين والو أصاحبي، جمعيات نسمعوا كاينة جمعيات، أنا والله ما نعرفهم، أمني بالله. هنا المهرجانات من عدمة تماما، كاين هنا فايت 60 جمعية ثقافية، 28 بالعكس 28 جمعية ثقافية ما شفنا حتى نشاط منها، يظهروا غير في المناسبات، أبار سا ما كاين والو، ويهزوا في الدعم عند في البلدية تخلص فيهم ما كاين حتى شيء. ثقافة ما كاين والو هنا، دار الشباب من ما فيها التحي، دار الشباب ما فيها والو هنا، رانا وحدنا هنا معدوم، نلعبوا هنا في الجبل هذا ونريحوا، كان تحي. في بعض الأحيان عندما نقوم ببعض المعارض يأتون أناس يملكون كنز كبير، سواء في مثلا في هواة الجمع، مثلا هواة لعبة الشطرنج، هواة لعبة التنس، مثلا في المجال الكشفي، عندما تتحدث معه بحر، ولكن كيف نستثمر هذه الطاقات هذه؟ لا ثقافة، لا مرافق، ما لا حياة لمن تنادي، الأموات الأحياء. منطقة النفط، لكن نسوا الاسم فقط، منطقة النفط. ثقافة القراية ما كانش، الذر رايحين الصباح مولين الصباح، القهوة يخليني نشرب في القهوة، مازال ما كملش القهوة يجي مولي، راح للمدرسة والله العظيم القهوة ما تكملها يجي مولي، فهمني؟ القراية ما كانش،
قرايه ما كانش، ما كاين حتى حاجه هنا. استدير باش نقولوا كاين ولا جوني يفوتوا الوقت ولا يجوزوا الوقت ولا ينساو همومهم، ما كاش راك فاهم اشيخ. كاين سال دو سبور ما كاين والو، تتفاصون حاجه واحد يتكونتيفا فيها ما كاش. يخرج من الدار ينوض على 12 الغالب واحد ينوض على 8 ما كاش خدمه. حاسي مسعود البلديه الوحيده التي في الجزائر اظن على حسب اعتقادي لا توجد فيها مكتبه للبلديه، هذا ابسط شيء. نروح للمسارح، قاعة الحفلات لبلدية حاسي مسعود وضعها كارثي، في أغنى بلدية قاعة الحفلات وضعها كارثي، الخشبة لا تستجيب لا للمسرح ولا للثقافة ولا لأي شيء.